اهلا بحضراتكم مره تانية. هستثمر ما تبقى من الوقت مع ضيفاتي العزيزات وهستفيد منهم اكتر في عمليه تمكين المراه في سوق العمل، وبجدد التحيه بحضراتكم. استاذه سهر، تمكين المراه في الفاصل كده اتكلمنا انه المراه بمختلف الفئات، كل امراه كلمه التمكين دي بتستهدفها على فكره، مش لازم فقط المراه للاسف بتقع تحت ضغوط حياتيه قاسيه، لا، ممكن اي امراه دلوقتي تحقق ذاتها في سوق العمل من خلال التوصيات الاخيره اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه تمكين في احتفاليه تكريم الامهات المثاليات، وكان فيها طبعا قرارات هامه بالنسبه للمراه. يعني لو حضرتك تشيري لده بشكل اوقع. شوفي يا هاتف، النهارده عشان نمكن المراه احنا ممكن نمكنها على مجموعه من المستويات. لو احنا هنتكلم على جانب القروض، علشان ده بيؤدي الى النمو الاقتصادي وبيدخل طبعا بيقلل البطاله و و و والكلام ده كله، وده مهم جدا بالنسبه لاقتصاد الدوله. فاحنا هنا هنتكلم جزئيا على القروض. النهارده القروض متاحه على ايه؟ نمره واحد، انا عندي مشروعات صغيره وعندي مشروعات متوسطه. المشروعات الصغيره والمتوسطه دي بتمنح قروض لغايه مبلغ يعني اكتر من 50 واكتر مليون جنيه بمراحل، يعني بتتوجه للمشاريع اللي بتعمل 200 مليون جنيه ولغايه 50 مليون جنيه، وبتدي لهم قروض على حسب احتياجاتهم من راس مال عامل او على حسب احتياجاتهم من الات ومعدات للمصانع بتاعتهم. طب هل المراه متواجده في هذه المشروعات؟ ايوه، بقوه كمان. هل البنوك بس بتدي؟ لا، البنوك بتدي، وفي جهات عالميه بتدي، منها الاي بي ار دي اللي هو البنك الاوروبي للتنميه، ومنها احد الاي اف سي اللي هو المؤسسه الماليه وهي تابعه للبنك الدولي، ودول برضو بيدوا قروض لتمكين المراه ولتوفير التمويل اللازم لها عشان تشتغل في المشروعات الصغيره والمتوسطه. فده جزء فيما يخص القروض. الجزء، ودي طبعا احنا بنتكلم على مستوى من المراه مختلف عن اللي هو بيبقى في الصغيره طبعا، لانها ومتناهيه الصغر، لان احنا هنا بنتكلم على مشروعات نسبيا كبيره، على مراه متعلمه، على مراه مثقفه، على مراه عندها فكره عن الجهاز المصرفي، عن التعامل مع الجهات الماليه في الدوله، سواء على مستوى القروض او على مستوى خدمات أخرى زي الودائع والشهادات والمنتجات المالية، وعلى مستوى كمان الدفع الإلكتروني اللي هو الموبايل بانك. فده بيبقى جزء. ومع ذلك أنا برضو عشان أحب أشير هنا إن برضو قامت البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي بأن هم عملوا كورسات ودورات تدريبية للتوعية لدراسات الجدوى، ولا مش بس كده، لدراسات الجدوى وكيفية البيع والتسويق وخلافه. ده جزء. الجزء الثاني اللي هو المتناهي الصغر، وجزء ده اللي حضرتك اتكلمنا عليه، اللي هي ممكن تعمل مشروع صغير، تبقى حاجة بسيطة وتاخد دخل. تمام. بس في نقطة عايزة أقولها هنا سريعا يا أستاذ. سريعا، متناهي الصغر النهاردة بيبقى من خلال 700 جمعية اللي احنا بنقول غير مدرة للربح، الان جي اوز، وثلاث اربع شركات. الهدف ان القطاع المصرفي هيدخل معاهم يوفر 30 مليار، ومعظم هذه القروض رايحه للمراه. دكتور سهام، كلمه اخيره سريعه. طبعا كلمه اخيره، انا طبعا بالنسبه لي بعتبر ان التمكين الاقتصادي للمراه في المحافظات والمراه بالذات الاكثر احتياجا والفقيرات والبسطاء اللي داخل القرى، اعتقد ان احنا مهم جدا ان احنا نصل ليهم، ان احنا ناخد بايديهم ان يكون فكره الشمول المالي تصل اليهم ببساطه، بحيث ان المراه تقدر تتعامل حتى لو كان دخلها بسيط، لو كان ليس لديها دخل، ازاي اقدر اتعامل واحصل على دخل من خلال اداره مال صغير، من خلال مشروع صغير جدا داخل البيت. ازاي الفكرة دي تصل الى البسطاء؟ علشان انا مش هتكلم على شريحه معينه، لا، انا هتكلم على ابسط هؤلاء الناس، لان انا محتاجه اني اعمل لهم تمكين اقتصادي قبل ما يكون اي تمكين اخر، علشان اخد بايديهم، لانها هي اللي بتعول هذه الاسره، قد يكون دخلها بسيط جدا، لكن انا عايزه اساعدها، هي اللي المراه المستهدفه
والتركيز على النساء الفقيرات انا متخيله ان ده من احد اهداف الشمول المالي. شكرا جزيلا دكتور سهام جبريل عضو المجلس القومي للمراه، شكرا جزيلا استاذه سهر الضماطي الخبيره المصرفيه والاقتصاديه، بشكر حضراتكم جزيل الشكر على التوضيح وشكرا على المتابعه، القاكم غدا في حلقه جديده ان شاء الله من هنا العاصمه، تصبحوا على خير.